تبنت المجموعات البرلمانية الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي مبادرة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينر رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي بشأن وضع مشروع استرشادي موحد يعبر عن رؤية البرلمانات حول قضية المناخ ورفعه إلى القمة العالمية للمناخ والتي ستعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة العام المقبل. وأيد رؤساء وممثلو المجموعات البرلمانية الجيوسياسية مبادرة معاليها، مؤكدين أهميتها في ترسيخ دور البرلمانات حول مختلف القضايا والموضوعات المشتركة. جاء ذلك خلال مشاركة معالي رئيسة الاتحاد البرلماني العربي في الاجتماع المشترك بين رؤساء المجموعات البرلمانية الجيوسياسية ورؤساء اللجان الدائمة في الاتحاد البرلماني الدولي، والذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية أندونيسيا الصديقة ضمن أعمال الجمعية العامة 44 بعد 100 للاتحاد البرلماني الدولي. وأكدت معاليها أن المشروع الاسترشادي الموحد حول المناخ يعتبر ترجمة لطموحات وتطلعات الشعوب، ويعكس الإسهام الإيجابي للبرلمانات في مواجهة أخطر وأصعب التحديات التي تعاني منها دول العالم، مشيرة إلى أن المشروع بمثابة خطة عمل برلمانية وفاعلة لمواجهة مخاطر تغير المناخ. كمجموعات جيوسياسية أن نضع مشروع استرشادي يعبر عن رؤية البرلمانات حول هذه القضية المهمة، قضية المناخ، وثم يعرض هذا الأمر على قمة المناخ العالمية في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في العام القادم، فيكون هنا حقيقة ترجمنا كل الأقوال وكل الأماني وكل الأحلام كشعوب، لا نقول برلمانات لأن نحن نمثل شعوب هذه الدول، كيف نستطيع أن نساهم إيجابا في مواجهة أصعب وأخطر قضية تواجه الكون. هذا وشارك وفد شعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي والذي عقد في جزيرة بالي بجمهورية إندونيسيا الصديقة. وخلال الاجتماع تم استعراض مجمل الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية للاتحاد البرلماني الدولي، إضافة إلى بحث أهم القضايا والأوضاع على الساحتين العربية والإسلامية، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا المطروحة وتنسيق المواقف بشأنها. وأكد الوفد أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين تعمل وفق آليات تصب في تعزيز التعاون والتنسيق العربي والإسلامي المشترك. وخلال مشاركة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماع مكتب النساء البرلمانيات ومنتدى النساء البرلمانيات واجتماع المجموعة المنبثقة من المنتدى، أكدت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين النائب الأول لرئيس مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد، أكدت أن البرلمانات والمجالس التشريعية ملتزمة بدعم ومساندة القوانين والأنظمة التي تضمن تقدم المرأة وتدفع باتجاه التوازن بين الجنسين، مشيرة إلى أن التشريعات تعد إحدى الركائز في ترسيخ حقوق المرأة وتعزيز أدوارها ومسؤولياتها في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التنموية.